باشكال مختلفه. عايزين نعرف بقى الامثله للاكل اللي هو السكر بيبقى مستخبي فيها عشان نقدر ان احنا نبطلها او نلاقي لها بدائل تانية صحيه علشان ما نخشش في المشاكل الصحيه اللي بيسببها السكر دي. اول حاجه الدقيق الابيض. طبعا الدقيق الابيض على طول بنقول مش صحي مش صحي. ليه؟ الدقيق الابيض نوع من انواع الريفاين شوجر او الريفاين فود اللي هو المتكرر او زي مش من الصوره بتاعته اللي هي موجوده في الطبيعه. الدقيق الابيض جاي من القمح اللي هو عباره عن ايه؟ القمحية عندي بتتكون من ثلاث حاجات، بتتكون من البرين اللي هو النخالة، بتتكون بعد كده من الجيرم اللي هو الجنين، وبعد كده الاندوسبيرم اللي هي الجزء اللي بعد كده. النخالة دي اللي هو جزء الفايبر، والجيرم ده اللي هو مليان بقى بالنيوترينت، اللي هو الجنين ده اللي هو مليان بقى بالنيوترينت اللي عندي اللي انا محتاجاها، القيمة الغذائية كلها في الجيرم. وبعد كده الاندوسبيرم ديت اللي هي الجزء الثالث بقى اللي بيغذي الجنين اللي هو كله ستارش اللي هو كله نشا بتاع ديت. يعني القمحية عندي عبارة عن فيها جنين وفيها فايبرز وفيها الغذاء بتاع الجنين ده. الغذاء بتاع الجنين ده اللي هو النشا. الدقيق الابيض بقى بيبقى طالع ازاي؟ القمحيه دي بيتحصل لها زي تكرير كده او تصفيه، بيشيل جزء الفايبر اللي هو النخاله ويشيل الجزء المليان بالفيتامينز والقيمه الغذائيه فعلا اللي هي محتاجينها اللي هو في الجرم او الجنين، بيشيلها ويسيب لنا الدقيق الابيض المكرر اللي هو عباره عن النشا بس، سكر صافي. نشا الستارش ده احنا قلنا ان هو صوره من انواع السكر اللي هو البوليساكرايد او الجزء المتعدد الاجزاء او في اجزاء كبيره اللي هو الستارش ده في الجزء بتاع الاندوسبيرم. ده مثال للدقيق الابيض نوع من انواع السكر. تاني نوع او تاني حاجه عايزين نخلي بالنا منها ان هي هتحتوي فيها سكر في الاكل اللي حوالينا هو المنتجات الالبان. اللبن فيه لاكتوز زي ما احنا اتفقنا، ده نوع من انواع السكر اللي هو الدايساكرايد. بس مش بس هو فيه كمان لاكتوز ده، لو احنا اخدينه كده صافي كده بعد ما بيتحلب مثلا من الحيوان بعد البقر او بعد المعزه او ايا كان، ده كده بس لاكتوز. زائد فيه كازين، الكازين ده كمان ممكن بيعمل لي زي حساسية كده، فبقى عندي كمان سكر، عامل لي مشاكل في الهضم، مشاكل الحساسية، التهابات. زائد بقى كمان لو احنا بنشتري منتجات سكر زي الحاجات اللي هي البراندز الموجودة في السوق بقى اللي هو بالفراولة بالموز بالكاكاو بالحاجات دي، بتضاف لها كمان سكر تاني غير السكر بتاع اللبن نفسه، فبقى عندي لاكتوز، بقى عندي سكروز او الله اعلم السكر كمان اللي متضاف له ايه مع الفواكه اللي متضاف لها فركتوز، فقنبله. فده طبعا حاجه من ضمن الحاجات اللي حوالينا اللي محتاجين ان احنا نخلي بالنا لما نيجي نستهلكها، علشان هتدينا برده كميه من السكر اللي هتعمل لي مشاكل برده من المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها في النقطه اللي قبل كده. الحاجه الثالثه اللي عايزين نخلي بالنا واحنا بناكلها علشان هتبقى فيها سكر، الهيلثي فود. طبعا دي حاجه نكته يعني ان هي تبقى حاجه هيلثي فود وتبقى فيها سكر. في جرانولا بارز، الحاجات اللي هي زي الجرانولا او الحاجات اللي هي البروتين بارز، الحاجات دي كلها الهيلثي السيريال، الحاجات اللي هي الكورن فليكس والحاجات اللي هي بتتكلم ان هي فيها فايبرز وفيها مش عارف ايه وفيها حاجات وبتاع، هتلاقي فيها سكر. لما نيجي نمسك الحاجه خلينا ندي لكم مثال كده على زي دي مثلا، ديت كده بار روتي في فايبرز ومفروض ان هو لل هيلثي يعني هيلثي اوبشن. فهنيجي نيجي نبص نقرا في الانجريدينت، خليني اقرب لكم. طيب زي ما انتم شايفين المنتج مفروض هيلثي ومفروض وفايبر وكلام وبتاع وحاجات. هنا مثلا شايفين كده في ويت فلاور اهو، وبعدين في شوجر صريح اهي مفيش اي كلام. طبعا في كازين، في حاجات تانية، منتجات تانية كتير قوي طبعا مش هيلثي ومش صحية خالص للجسم، يعني حاجة ملهاش اي علاقة ان هي يبقى منتج صحي اصلا. منتج تاني المفروض ده يعتبر شوجر فري المركزي، قصدي يعني يعتبر شوجر فري او زيرو كالوري زي ما هم كاتبين، يعني ما يعتبرش ان هو يعتبر يعني المفروض ان هو صحي يعني السكر. تمام، تعال بقى نبص كده على الصفحه على الانجريدينت او على الحاجات بتاعته. ما شاء الله، اول حاجه ديكستروز يعني واضحه يعني، وبعد كده سكرين، وبعد كده بقى بقيه المنتجات اللي هي الثانيه. طبعا الديكستروز ديت زي ما هو ظاهر كده يعني كان طبعا موجود معانا في الجدول، وده المفروض يعتبر زي ناس كتير مثلا بتستخدمه منتشر
ان هو بديل للسكر، او يتاخد يعني ممكن كمان في ناس بتاخده في خلال الصيام المتقطع، فده طبعا يعني بيطلع الانسولين كويس قوي في الدم يعني، فطبعا ده مش صحي خالص خالص خالص. في كمان انواع زي ايه مثلا؟ نقول اليوجرت، الزبادي، في الزبادي اللي هو مش الخام او الجريك يوجرت اللي هو الساده، انا بتكلم على الحاجات اللي هي محطوط لها فليفرد، حاجات فواكه مش عارف ايه، فشكلها صوره صحيه ان هو زبادي وفاكهه يعني حاجه صحيه. لو قرينا بقى المكونات برضو هنلاقي فيها حاجات بقى اللي هي السكر والحاجات اللي بنتكلم عليها. في كمان المافنز، الحاجات اللي هي الكب كيك والحاجات اللي برضو بتتباع مغلفه ديت اللي هي الهيلثي برضو، وفيها فايبر وفيها مش عارف ايه ومعرفش ايه ومعرفش ايه، برضو لو قرينا هنلاقي فيها سكر. في كمان السموزي، في سموزي كتير بيتباع برضو نفس الكلام. في الاويتميل، الشوفان، في حاجات شوفان، مش الشوفان اللي هو الخام اللي هو بنجيبه ساده كده اللي هو كيسه فيها شوفان بس، في بعض المنتجات بتعمل زي باكت كده سريعه الذوبان اللي هي شوفان مع فليفرز تانيه مع حاجات بتاع اللي هو تقول الباكت مع شويه ميه سخنه وبس من غير اي حاجه انت تحطها. مش بتكلم على الشوفان الخام اللي احنا بنجيبه احنا ونعمله ونحط له احنا الحاجات اللي احنا عارفين احنا بنحط له ايه، بنحط له مثلا ممكن ستيفيا، نحط له مثلا شويه مكسرات، شويه فراوله، شويه او فواكه او موزاي او الحاجات دي كلها، دي اوكي ده تمام حلو. انا بتكلم على الحاجات اللي هي بتبقى بتباع جاهزه، بتبقى داخله في صوره ان هي هيلثي وبتبقى فيها حاجات تانية مستخبيه في النص. في كمان الصلصات، الصلصات بتاعت الباستا او المكرونه، في صلصات بتاعت طماطم بيبقى مضاف لها سكر اصلا زي المارينارا صوص، وفي حاجات تانية كمان برضو صوصات عامه للمكرونه بنضاف لها. احسن نجيب طماطم او نجيب زي نقرا في منتجات بتاعت صلصه بس اللي هي بتبقى عباره عن طماطم بس ومطبوخه مع نفسها من غير ما يضاف لها سكر، او نجيب احنا الطماطم ونضربها في الخلاط ونعمل منها الصلصه، او لو في صوصات تانية برضو. كل الحاجات دي مستخبيه، نخلي بالنا اهم حاجه نبص في المكونات نشوف ايه اللي موجود علشان ما نبقاش اخدين حاجه او فاكرين ان احنا اخدينها هيلثي ولا صحيه وتمام ومكتوب عليها كده بس في المكونات في حاجات مستخبيه. طبعا اكتر حاجه هي السكر هي المشكله اكتر، الاسباب الاضرار الصحيه اللي احنا اتكلمنا عليها في النقطه اللي قبل كده. طبعا هحط لكم جدول بتاع اسامي للسكر، في حاجات كتيره قوي تبقى مكتوبه مش اللي هي صريحه كده ان هي شوجر كده في المكونات او السكر، بيبقى في حاجات تانية مكونات زي مثلا الكوكونات شوجر زي الديكستروز زي المالتوز، الحاجات دي كلها سكر برضو المفروض ان احنا ما نستهلكهاش. هحط لكم جدول بكل الاسامي ديت علشان لو لقيتوا حاجه منها في اي منتج او اي حاجه اشتريتوها الاحسن ان انتوا ما تستهلكوهاش لو انتوا عايزين تحافظوا على الصحه بتاعتكم. طيب دلوقتي عايزين نعرف احنا مدمنين للسكر ولا لا؟ في شويه اسئله هنسالها لنفسنا، لو الاجابه بتاعتها يس ايوه يبقى احنا مدمنين للسكر او عندنا ادمان للسكر. اول حاجه، لما الواحد بيحس ان هو عايز ياكل حاجه مسكره كده، هو بيبقى نفسه ان هو فعلا يروح ياكل حاجه مسكره، ولا ممكن يعني يبقى عايز يشرب ميه عطشان او عايز مثلا ياكل جعان بس مترجمه غلط؟ فدي اول سؤال، هل لما بيجي كريفنج لحاجه مسكره بتروح تاكل على طول سكر حاجه مسكره؟ تاني سؤال، البيت بقى عندنا في حاجات كده تلاقيها مستخبيه كده مثلا في درج او في كيسه، فيها شويه شوكولاته، فيها حاجات زي بونبوني، زي حاجات كده بتاع مش عارف ايه، الحاجات دي كده مخبيين في حته كده مخبيينها في البيت، ولا احنا متخلصين من ده كله ومش مدخلين حاجه زي دي في البيت؟ ده برضه تاني سؤال. لو في حاجات مخبيينها يبقى في ادمان للسكر. السؤال اللي بعد، هل لو واحد ماشي على دايت او نظام اكل يعني عامه وماشي عليه تمام، هل ممكن يقدر، هل هو بيكسره علشان خاطر ياكل حاجه مسكره او فيها سكر؟ يعني انت ماشي تمام كويس قوي وبعدين جيت كسرته علشان خاطر عايز تاكل مثلا حته كنافه، حته مثلا بسبوسه، حته شوكولاته، هل ده بيحصل؟ لو كده يبقى في طبعا ادمان. السؤال اللي بعده، هل في بعض الاوقات بيبقى الواحد ما هوش عايز ياكل مش جعان بس بتاكل فيها حاجات حلويات؟ يعني افرض مثلا انا حبيت عايزه اجي اكل حلويات، طب انت جعان؟ يعني لو جبت لك مثلا سلطه وحته فرخه هتاكلهم؟ لا مش عايز. طيب اجيب لك شويه ستيك مثلا حته لحمه وشويه شوربه مثلا او شويه خضار ورز؟ لا مش عايز، عايز اكل حاجه حلوه. يبقى ده كده مش جوع، ده مجرد عايز تسلي نفسك بحاجه مسكره، يبقى ده برضو ادمان. السؤال اللي بعده، لو في مثلا شويه زهق او مثلا متضايق من حاجه او في مشكله او اي حاجه اتجهت ان انت تاكل حاجه مسكره، يعني تاخدها كده كوسيله لان انت تحل بيها مشاكل، او يعني زي تطري كده نفسيه الواحد شويه لما يبقى متضايق او كده، يبقى ده برضو ادمان. السؤال اللي بعده، هل بتخلي المكافآت بتاعتك ان انت تعمل
حاجة أو تخلص حاجة أو كده، المكافأة بتاعتك بتبقى عبارة عن حاجة حلوة يعني عفيف، أو مثلا عايز أخلص مذاكرة أو كده، وبعدين أقعد بقى مثلا أشرب كوباية هوت شوكليتس مثلا أو كاكاو اللي هو بسكر مش عارف إيه بتاعه كده، أو آكل حتة شوكولاتة أو آكل حتة بقلاوة، برضو ده يبقى إدمان. السؤال اللي بعده، بيبقى عندك الأكل اللي هو زي المكرونة البيضاء، العيش، الحاجات دي ممكن تاكلها يعني احسن من ان انت تاكل مثلا سلطه او ما تشرب شويه شوربه، ده برضو يعتبر ادمان. هل في اعتقاد بقى في العقل الباطني ان هو مستحيل ان انا اقدر ان انا استغنى عن الحلويات دي؟ يعني مثلا لو حد من اللي هو مخبي الحاجات الحلويات اللي في البيت دي او عنده حلويات في البيت، قلت له مثلا شيل الحاجات دي كلها وانزل بره بيها لاي حد، هتقدر تستغنى عنها ولا هتبقى يعني بالنسبه لك حاجه مميته او يعني لا يمكن تقدر تستغنى عنها؟ لو ما قدرتش تتخلص منها، بس تتخلص منها وما تشتريش تاني، يعني مش تنزل توزعهم وبعد كده تجيب جديد، لو ما قدرتش تتخلص من وجود الحلويات في البيت عامه، يبقى ده برضو ادمان. طيب الاسئله دي كلها كل واحد هيحلها طبعا ما بينه وبين نفسه، يشوف اذا كان هيقول اه ولا لا. طبعا لو اه هيبقى ادمان، عايزين بقى نحل الادمان ده دلوقتي. طيب خلينا متفقين ان احنا كل ما هنيجي ناكل سكر، السكر هيخش يتهضم بسرعه في الجسم، المستوى بتاعه هيبقى عالي في الدم، هينزل بسرعه، الجسم هيضغط عليك ان انت تاكل من بره تاني عشان يبتدي يفضل يرجع تاني في الجسم. خلينا متفقين عشان نعالج ده، اول حاجه ان انت كل ما هتاكل سكر كل ما الجسم هيضغط عليك ان انت تاكل اكتر. فاول حاجه نبتدي نقلل اكل السكر ده، نشوف الاول موجود فين زي ما احنا اتفقنا، نبتدي نقلل من استهلاك او شراء الحاجات الموجوده فيها السكر او منتجات السكر دي. تاني حاجه عايزين نخلي بالنا ان الاسترس او الضغط العصبي ليه عامل كبير قوي في ان احنا ناكل سكر او نبقى مدمنين لاكل السكر. ليه؟ لان لما يحصل فيه ضغط عصبي، الجهاز العصبي بيفرز على الادرينال جلاند علشان تفرز هرمون اسمه الابينفرين، بعد كده هيطلع عندي الكورتيزول. الكورتيزول هيروح يديلي زي يأثر بقى على الابيتايت بتاعتي او الشهيه بتاعتي، فهيخليني اعمل كريفنج لاكل السكر. مش بس هيخليني اكل سكر، هو هيديلي زي يعني حاله من اكل كل حاجه بقى، يعني اوفر ايتنج عامه لكل حاجه، اكل كتير من كل حاجه من ضمنهم طبعا السكر. فده بيبقى عامله زي اسمها ستريس ايتنج، بيخلي الجسم غصب عنه او بيدي اشارات للجسم بالهرمونز اللي طلعت دي، وكمان بيطلع معايا الانسولين كمان نتيجه ان انا اكلت كتير، فبيبقى في عندي ضغط ان انا اكل حاجات مليانه سكر ومليانه دهون، طبعا هيدي لي مشاكل صحيه عارفينها. دي كانت اول حاجه الاسترس، عايزين نخلي بالنا منه وازاي نقدر ان احنا كل واحد يشوف حل ازاي يقدر يخفف من الاسترس ده ويخلي باله ان هو لما يبقى مضغوط نفسيا ما يسيبش نفسه تبع التيارات اللي هتحصل تبع تاثيرات الهرمونيه اللي جوه جسمه، ان هو يروح ياكل اي حاجه في وشه. تاني حاجه هنتكلم فيها بقى، احنا عندنا التحدي 10 ايام عشان نقدر نتخلص من الادمان بتاع السكر، نتخلص من السكر اللي في جسمنا والاثار بتاعته. تاني حاجه عايزين نعملها ان احنا نعمل زي مدونه كده او ورقه او كراسه هنكتب فيها الحاجات اللي احنا هناكلها، المفروض ناكلها كل يوم، هنعمل زي الجدول مع بعض علشان خاطر نبقى عارفين احنا هناكل ايه. غير كده بقى مش مسموح ان هو نخلي فيه موجود حاجات تانية في البيت، طبعا لو في اطفال اوكي تمام، حاجات هيلث ليهم وحاجات طبعا صحيه، فواكه وخضار فوق الليسته بتاعتنا. انا بتكلم ان كل واحد يبقى هنحضر مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي التحضيرات بتاعت الديتوكس اللي هو هنكتب فيه الجدول كله وايه الحاجات اللي احنا المفروض نحضرها للايام دي، كل يوم هيبقى عارفين يعني هناكل فيه ايه، فبالتالي يبقى الموضوع عندنا مترتب، فمش هيبقى لينا مجال ان احنا نلاقي حاجه تانية بره الجدول ده ان احنا ناكله او نعك فيه. فدي تاني حاجه. النقطه اللي بعدها اللي هتساعدنا ان احنا نتغلب على الادمان بتاع السكر هو المديتيتنج او التامل، او زي هناخد كده فتره في اليوم او فترات في اليوم ولو حتى 5 دقائق هنقعد كده نعمل ريلاكس للاعصاب للحاجات. الصلاه طبعا، الصلاه ليها فوائد كويسه قوي في النقطه ديت، ان هي بتعمل ريلاكس شويه، نعمل شيفت للمخ وريلاكس شويه ان هي يعني تهدي شويه. لو حد عنده امكانيه ان هو ياخد قيلوله مثلا كده نص ساعه ساعه في اليوم في نص اليوم، ده طبعا جميل. اللي عنده ممكن مثلا يقعد شويه يشغل حاجه بسيطه، يقرا حاجه بسيطه، يعني يعمل ريلاكس شويه او شيفت للضغط العصبي بتاع اليوم. كل واحد طبعا وعارف الجدول بتاعه ايه في اليوم ويقدر ازاي يغيره وازاي يعمل زي جزء كده من اليوم للراحه شويه من الضغط العصبي اليومي. النقطه اللي بعد كده اللي هتساعدنا برده هي الرياضه. الرياضه 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 مهمه جدا 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 لكل حاجه. الرياضه هتقلل المستوى بتاع الكورتيزول، هتقلل الاسترس، هتعمل تفرز هرمونات تانية بتساعدنا على السعاده
بدل ما ناخد من السكر. الرياضه برضو بتدي حاله من الانتعاش وبتفرز هرمونات برضو بتحسسني بالسعاده احلى من ان انا اخد سكر. بتقلل لي الكورتيزول، بتقلل لي الاسترس، بتنشط الدوره الدمويه، ليها مميزات كتير قوي. النقطه اللي بعديها ارتب الروتين بتاعي، ابقى عندي روتين كده يومي بحيث ان انا ما بقاش عندي زهق، اكتئاب، ملل، ادخل هوايات، حاجات زي دي كلها برضو هتبقى ليها فوائد كتير قوي. النقطه الاخيره بقى، يا ريت لو كل واحد بدل ما يمشي لوحده يلاقي له مرافق، بس مرافق ايجابي مش مرافق سلبي، يعني مش اللي يشده للبوظان والعك والاكل الوحش. لو حد عنده مثلا حد صاحبه او حد في العيله يقدر يمشي معاه، فيقدروا يعملوا سبورت لبعض ويمشوا كويس، فيقدر ده حاجه برضو محفزه. يعني لو واحد ابتدى يقل شويه يلاقي تاني يشده وهكذا. طيب دي كانت معظم الحاجات اللي عايزين نتفق عليها عشان نبقى عارفين احنا داخلين اصلا ليه التحدي ده، او ليه هنعمل ال 10 days sugar detox في الايام اللي جايه. عايزين نعرف ليه كنا هنعمله وليه اصلا السكر ضار وايه ازاي هنعمله. هحط لكم الجدول اللي قلت لكم عليه اللي هو بتاع الاسامي بتاع السكر، الاسامي المختلفه للسكريات، عشان لو لقيتوه في اي منتج يا ريت يا ريت ما تختشروش المنتج ديت ولا تاكلوه ولا تستعملوه، علشان صحتكم اهم حاجه. طيب دي كفيديو، يا رب ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. استنوه، هنبتدي نحضر حاجات بتاعت الديتوكس، واللي بعديه هنزل بالجدول على طول عشان نبتدي، عشان ما فيش وقت بقى، عايزين نبتدي ننظف جسمنا ونبتدي نقوي صحتنا كده والمناعه ان شاء الله. طيب يا رب الفيديو يكون مفيد ليكم كلكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله معايا دكتوره هاجر مصطفى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.